ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بدي اكل شيء رشة ملح. عن جديد مشاهدينا صباح الخير واهلا وسهلا فيكم، ينعاد عليكم فصح مجيد وهابي ايستر. مزبوط رولا؟ هابي ايستر اكيد، هابي ايستر ينعاد على جميع الصحة والعافية فور ايفري ون. كيف رح نستعمل نحن ماراثون؟ رح نركض كرمال نخلص الريسبي. اوكي خلصنا اول وحده نبلش فيها على السريع. نحن شو عملنا الريسبي؟ هلا اكيد رح تشوفوا الوصفات على الشاشه. الوصفه بتقول 250 كريم، 250 حليب، 6 صفار بيض، 10 جرام جيلاتين، 800 كريم و300 شوكولا اشقر و300 شوكولا اسود. هاي الريسبي كلها سوا، حليب وكريم على النار، طبخناهم كريم اونجليز ورجعنا حطيناهم فوق الصفار ورجعناهم على النار، طبخناهم على درجه حراره تقريبا 80 لحتى تخفروا. بعدين شو عملنا يا رولا؟ كنا نقعين جيلاتين مثل هيدي بالمي، شلناهم عصرناهم حطيناهم فوقها حركناهم كرمال يتفكك الجيلاتين بالمزيج الصخم من بعد ما شلناه على النار، بس ما تنسوا تصفوا المزيج. وبعدين شو صار؟ حطينا الشوكولا المكسر الاشقر والاسود معه وحركناه تصار عندي هيدا المزيج، وطبعا تركته تبرد. نحن اختصرنا وقت، وعندي من الكريم المخفوق اللي كوينه موجود هون يا رولا، شفتيه؟ شفتك شفتوا الكريم؟ اوكي، هيدا الكريم مخفوق، اكيد مخفوق. ما بنشد الكريم ابدا، بس بهالوقت في طريقه جلاساج كمان اللي هي كثير سهله انا محضرها، وطبعا الوقت راح يداهمنا ما راح لحق احضرها. لا شو راح يصير؟ هي عباره عن 60 50 ملي مي، 50 سكر او 60 ملي مي، 60 كريم، 30 جرام كاكاو، 10 جرامات جيلاتين، بنغلي المي والسكر تمام والكريم على النار، بعدين بنضيف الكاكاو، بنحركهم تيغلوا لمده 5 دقائق وبنتركهم على جنب يبردوا، بصير عندي هيدا الجليز الموجود قدامي هون. بهالوقت شو راح اعمل؟ ما شفت شيء، انا راح اروح على البراد جيب الكيك. اوكي في شيء؟ ما في شيء. اوكي، هيدا الكيك اللي عملناه بهالطريقة رح فرجيكم كيف، ولكن بهالوقت رح اربح الوقت أكثر كرمال شو؟ كرمال شو؟ كرمال ينشف الجلاساج. بينشف فتاتها. وعملت شغلة هي عندي مي سخنة بآيس كريم سكوب رح أعملها، ما بعرف ليه، بتعرفي ليه؟ اوكي، بهالطريقة مثل ما شايفين هون. اوكي. لماذا هذا؟ من بعد ما نشيل من الفريزر، هلا بنشوف كيف. ايه ايه شلناه هون. هي وين بتروح؟ هي وين بتروح؟ فيك تدقيها يا رولا. اه شفت كيف؟ هلا اللي فينا نعمله رولا هي انه جدعان عندي الجليز شوكليت جليز انا حضرته كثير قبل بمره، والسبونج او الرول اللي طلعت وصفتها على الشاشه كمان حضرناها قبل بمره. طريقتها كثير سهله طبعا. هي عباره عن بيض كامل وطحين سكر وكاكاو. اوكي اوكي، هي وصفتها، راح اعمله هلا بهالطريقه، راح اجرب لبس بس يلي بس جناب الكيك وهول الترول بالنص. لا اي هون هول اللي عملته، ما ضروري ما ضروري. وين الضروري؟ ما في ضروري ابدا. شو يعني ضروري؟ ما في ضروره ابدا. نو ضروره، ما في شيء بيضر ابدا، كله بينفع كله بينفع. شفت كيف عم بتصير معنا طريقه شوكولا؟ هيدا الجليز على الكيك. اوكي شو حلو. وين بعد؟ لا عم يتسقطوا ينزلوا عندي كله غطى. طيب بعد في عنا هون، بعد في عنا هون. اوكي يا بعد في عنا هون كمان. هالوقت شو راح اعمل؟ يا عمي هيك بعمل بالمام وقتها بتعمل الكيك، بقعد انا تحت ايدها وشو بيبقى باخذهم. جاهز؟ اوكي، لبسنا الكيك، هلا شو راح يصير؟ راح يفوت على البراد، نحطه بالبراد، نعمل له شيك بهالطريقه. اوكي تمام تمام. ايه عمول شيك قد ما بدك، ينزل قد ما بدك. اوكي، لكن هلا راح يروح على البراد شوي ونرجع نحن نعمل مونتاج الكيك بهالطريقه. روعه روعه. وقد ايه فيها تطول بالها رولا هلا؟ قد ايه بتطولي بالك هلا يا رولا؟ هلا عندي انا رح اعمل شغله هون ما بدي اياهم بقى. اوكي نعم. هلا رح يصير هو عندي الكريم
المخفوق رح ننزل فوقه مزيج طبخناه على النار مثل طريقة الببرواز مثل ما شايفين. اوكي تارك فيهم شقف شوكولا ما في مشكلة ابدا طبعا اطيب مش هيك؟ اكيد ما في غدا اليوم في حلو. ومثل ما ملاحظين انه هالوصفة ما فيها سكر مزبوط؟ صح مزبوط. ليه؟ بدك اخلط شيف؟ ايه تفضلي تفضلي نعمل شيء يعني ليه؟ لانه الشوكولا الاشقر نعم حلو مزبوط؟ أكيد. طبعا هلا راح يصير من بعد ما تخلص رولا راح نبلش مونتاج الكيك نشرح لكم كيف راح تصير الطريقه. السبونج انا عملته رول قصيت منه مثل ما شايفين هون اوكي وعندي انا هيدي الشقفه الصغيره اللي راح استعملها لوسط الكيك. جاهزين يا رولا؟ يلا ها يلا تقريبا خلصوا اوكي تمام تمام تفضل. شكرا. من تحت لفوق مثل ما شايفه هون تحت لفوق هالطريقه اوكي. وما بنخفق الكريم كثير ليه يا رولا؟ ليه؟ كرمال ما يرجع يتكثف ويشد معنا المزيج لانه نحن بهالطريقه عم نرجع نزيد الخفق. جاهز عندي اوكي طيب راح اسكب بكعب القالب طبعا نسكب يلا نحط ثلاثه هوب حلوين ثلاثه اوكي بنعبي مثل ما شايفين الاطراف ماني حاطط ماني على قد ال ايه اوكي كرمال قصد؟ ايه قصد كرمال مدروسه مدروسه 100% كرمال ما يبين على اطراف الكيك. هلا رح تشوف الكيك اللي رح نعمل اوكي اي جات ات جاهزه عندي هيدي قصصها جاهزه كمان على السريع حطيناها اوبا نفس الشيء بنكبسها وفينا نشرب اذا بدنا سيروب ما في مشكله وبنرجع نعيدها نحط الكريم اوكي نحط كمان نفس الشيء ثلاثة بنظبط وجه القالب يا ريت في بهالطريقة فنان بهالطريقة عظيم فنان بلا عود اوكي احنا جاهزين alright. تمام حبيت الاكسنت سوري شوي alright baby اوكي هلا رح نعمله في مجال تناوليني تيشو رولا بليز شو بتحب؟ تيشو تيشو تفضل صديقي شكرا هون جاهزين بفوت معنا لوين؟ على البراد هيدا خلص كله براد ما في شيء فريزر طيب فريزر خلص ما تسلف الهم بننظف هون اوكي وهيدي الشمكس سهله جد نوت فير اوكي اوكي هلا شو صار عندنا؟ هيدا جاهز بدي فوت على الفريزر كرمال يجمد من بعد ما يجمد رح يصير في مثل ما صار بهيدا القالب الموجود هلا بالبراد في واحد خالص من الاخر؟ من الاخر ايه ولا لا؟ حبيت شو كنا عم نعمل نحن هلا يا رولا من شوي؟ انا ما تسالني هون الاسئله انا بعمق الانجريدينتس ما ركلشتي طيب نحن عندنا هيدا جاهز يا رولا ايوه وراح يصير هو عندنا صينيه وينه رح نحطه عم تتغير الاحوال على الصينيه لا قربت 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 رح يصير هلا انه هيدا الكيك بدنا نشيله من على من على من الى وعلى شوي شوي اوكي احسن ما يتكسر اوعى تكسره بدي كسره بمعدتي اوبا ايوه على القد يا رب تساعدنا ما تبخعنا اليوم هيدي ما بننبخع نحن يا رولا رولا اوكي تمام نزل هون الكيك على القد اوكي هيا ريت فينا نشيلها على المجلى في مجال رولا عم بطمن عليك بس تفضل فيكي تجليهم ما في مشكله رولا كثير مهضوم رح اجليهم في عندك صابون ليه هيك مسلف الهم؟ اللي هي الماما ما بتخليني اجلي معك وقت اكيد 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 بس تخلص انك تجلي انه شو؟ انه شو اعمل؟ تجلي انه اجلي ما في مشكله بس تخلص عيب شيء؟ لا انا ما قلت عيب بس انا اليوم مش بوارد اجلي اليوم بوارد اكل
اوكي يلا. لكن مثل ما شايفين بهالخمس دقائق رح نعمله ملنا وصفه. رح نعمل هو محضر شيء انا بعجينه الفيرميسيل او الاسمليه، لففهم على جنب الرينج رينج الكيك، رشوشهم زيت اوكي، وخبزهم بالفرن. عم بعملهم على طريقه شو نست هوبا سلبي عش العصفور اجل حلو مثل ما شايفه هون كمان بتعبي كلها سوا في فن اوكي هون جاهزين هي خلصنا منها فينا اذا بدنا نرش رش صغيره سكر بودر لا في افهم لا هيك عم بتطبش انت ومين؟ هو بس شو هيدا نحن كنا محضرين وصف اليوم اسمها كريسبي كريمي نست بس لضيق الوقت ما عملناها استعملت شيء منها انا يعني جمعت وصفتين بوصفه تقريبا نحن عملنا النست هون كنت هعمل غير ريسبي اوكي سو استعملناها عملناها هون هلا رح نعمله هون. انا هو فسر لي هو هول ايه هون هول ثلاثة هيك بس تعرف اذا شوف اذا في عالم حشريه يعني مش اكثر عملتهم انا طلعتي انت منهم طيب تستوعب يعني الخبريه بس انه ليها تروب النص تروب النص اه عندي هون اوكي مع فيدور شفتيها هون ورق الذهب مع لعبه صح تركب بهالطريقه هون هوب ايوه انا اوكي وهيدي كمان حلوه حلوه منك اوكي صاروا عنا فينا نستعمل اذا بدك سمول ايجز فينا لون ابيض كمان نكسرها اوكي بهالطريقه فينا نفرغ محلهم بهالطريقه اوكي وهون كمان بهالطريقه ما بقى كثير يعني نوقفهم حرام بدهم يناموا اوكي دقيقتين يلا دقيقتين بيروح كل شيء انا بشوف هيك بكفي طبعا وصفه كثير حلو قلب كيك كثير حلو فيه نعمل برجع بذكر انه كثير سلبي على فكره شكله سلبي وسهل ومعبر مزبوط اوكي والوصفه انا بعدهم رح احطها على البيج رح احط طريقه معها هالمره على البيج وطبعا رح نشرح اكثر واذا بيرجعوا للوصفات السابقه نحن عاملين السبونج عاملين الرول عاملين الموس عاملين التشوكليت جليز فيهم يجمعون يعني فيهم يحضروا الفيديوهات ويطبقوا هالوصفه ولكن وصفه هلا الموس او طريقه البافرواز اللي عملناها للكيك كمان رح نرجع نحضرها اوكي تمام الجلاساج اذا في وقت ما بعرف اذا في وقت عنا دقيقتين اذا في وقت بهالدقيقتين فينا نقول لهم كيف عملت الخلطه؟ كيف عملنا الجلاساج الجلاساج طنجره على النار نضوي النار تحتها صحيح مي نعم رح اجيب قدهم من البراد السكر 50 جرام اوكي رح اجيب قدهم من البراد كريم والكريم هون بنحط 50 جرام فينا نستعمل الميزان اذا بدنا بهالوقت كمان عندنا ميزان هون فينا نستعمل تيشوفوا انه نحن عم نشتغل صح اوكي هالدقيقه وصفتها كثير سهله حطينا ال 50 او 60 عفوا بالوصفه حطيناها معهم بنحرك بنحط الكاكاو يومي شوفوا شو سهله الوصفه ايه عن جد عن جد بنحركهم تيغلوا من بعد ما يغلوا خمس دقائق بنعير وبنشيلهم على النار وبنحط معهم ال 10 جرام جيلاتين منقوع بالمي البارده اوكي بنعصرهم وبنحطهم فوقهم وهيدي طريقه الشوكليت جليز وينعاد عليكم بالصحه والعافيه نختم خلاص فينا نختم بس خلاص فينا نختم بنجيب اوكي فينا نختم ونقص لا ما انا قصدي هيدا بس منظر هيدا ما في شيء باردون طيب اوكي يلا وين الكرم بالعيد؟ ما عم بفهم بدنا نقص اوكي ما انا نقص الكيك بس بدي
عنا سكين هون لشو مخبينهم نحن يا رولا؟ ما بعرف لشو مخبينهم؟ بس فينا نصور الكيك قبل؟ مصر مصر في كل مرة بده يصور وأنا بيوقف قلبي رح جيب التليفون عن جد جيب التليفون رولا لأنه أو منصور بالآيباد شو رأيك؟ اللي بدك إياه مهم أعملها لهالمرحلة وخلينا نخلصها خلينا نخلص هيك أوكي تمام يلا صورنا أوكي. الكيك قبل ما يروح إلى الجحيم على كل حال أنا بدي أتشكرك بنعاد عليك وعلى كل المشاهدين هابي إيستر وعيد فصح مجيد نحن بنشوفكم بكرة بعالم صباح جديد وأنا بشوفكم نهار الثلاثة كمان أنا انطروني مش بس بكرة يلا سيو يامي كات 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 باي باي.